صراخ من الأعماق، صرخ المرنم قديماً وقال: صرخت من الأعماق فاستجب لي يا رب. وبتعرفوا يا أحبة، وقت الأزمات وقت الصعوبات الإنسان بيصرخ من وجع، وقال: نفسي انتظرت لك يا رب أكثر من المراقبين للصبح. وما أكثر الناس في هذه الأيام الذين يراقبون الصبح لأنه مش عم يقدروا يناموا من كثرة القلق. لكن أنا اليوم بدي أجيكم برسالة مفرحة، هاليلويا، رسالة مفرحة. بيكمل المرنم ويقول أنه لك فداء كثير، فداء كثير، وهذا الفداء هو يسع كل البشرية ويسع قلبي ويسع قلبك. حتى إذا بالإيمان بالرب يسوع المسيح بيصير هيدا السلام بيدخل إلى قلبك وبتنسى هذا الصراخ، ويصير صراخك هتاف وصلوات صاعدة إلى الرب من قلب مفعم بحضور الرب يسوع. هيدي رسالتي لألكم اليوم يا شعب لبنان. وبهيدي المناسبة أنا حابب صلي لكل واحد عم بيشوف هيدي الرسالة. يا رب يسوع، يا إله السماوات والأرض، بدي صلي بهيدا الوقت يا رب من أجل كل واحد عم يصرخ من الأعماق بسبب الوجع والقلق على المصير، وربما الفقر، وربما يا رب الصعوبات الجمة يا رب اللي عم يتعرض لها شعب لبنان. أرجوك يا رب باسم يسوع أنت تسند هودي الناس وتعطيهم حتى يشوفوك ويعرفوك أنه لك فداء كثير يسع كل البشرية. يا رب أرجوك يا رب أنك تحيط شعبنا يا رب بالحماية والرعاية والدراية يا رب، وتعطيهم يا رب حتى فعلا يا رب يحسوا بأعماق قلوبهم بسلامك العجيب يا رب اللي أنت بتوضعه بالإيمان. نشكرك يا رب لأنك أنت تسمع الصلوات. هاليلويا هاليلويا.